ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم فضل من فلسطين، المحلل السياسي المختص بالشأن الفلسطيني. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. أهلا بك، تحياتي لك ولكافة السادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إذا ما نقلنا السؤال إليك الذي عرضناه على الأستاذ صالح لطفي، كيف تستقبلون كشعب فلسطيني وكنخب سياسية وأيضا كساسة في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة ما يحدث من بعض النخب العربية أو ما حدث بالفعل من أنظمة عربية من تطبيع وسهولة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هذه المحاولات من الهرولة إلى التطبيع ينظر إليها الشارع الفلسطيني بشكل عام وبنسب عالية كبيرة جدا بأنها محاولات مجردة وبكل تأكيد فاشلة للانضمام إلى هذه الاتفاقيات التي لم يعطي الاحتلال فيها أي شيء للعرب، فهو يريد من الدول أن تنضم إلى قوائم التطبيع وأن لا يحصل على شيء في المقابل، كما هو مجرب من خلال الممارسة مع الشعب الفلسطيني من خلال توقيعه اتفاقيات لم يلتزم بالحد الأدنى منها الاحتلال على أرض الواقع. فحاول الاحتلال كعادته لاختلاق أساليب جديدة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، وما نراه من الحديث عن اقتراب تطبيع سعودي إسرائيلي يعتريه ما حدث مع الشعب الفلسطيني من محاولات لم تكن ناجحة في اتفاقيات السلام، والآن ما كان من ليبيا وهذا الرفض العربي حتى لهذه اللقاءات بين وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهن وأيضا المسؤولون الليبيون ينظر إليها الشعب الفلسطيني بأنها انحدار آخر وأنها تعطي الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للانقضاض على الشعب الفلسطيني والاستفراد به والتنكيل به في كافة المجالات، وعلى رأسها مدينة القدس التي يوضع لها الخطط لتهويدها ولتحويلها مدينة يهودية بامتياز تخدم الرواية الإسرائيلية من خلال أسرلت كل ما هو فلسطيني، وعلى رأسها المناهج ومحاولة كي الوعي المقدسي للفتية وللشبان ولطلبة مدارس القدس من خلال الضغط على هذه المؤسسات السيادية في القدس، وأيضا طرد كل ما هو فلسطيني داخل هذه المدينة، وأيضا ممارسة العنف الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي ممثلا بالمؤسسات الرسمية وبإطلاق يد العنان للمستوطنين في الضفة الغربية من القتل والتدمير، وما كان اليوم من مجازر هدم لبيوت ومنازل الفلسطينيين في العديد من المناطق هو دليل شاهد على ذلك. ابقى معي سأعود إليك أستاذ إبراهيم. نعود إلى الأستاذ صالح لطفي. أستاذ صالح، برأيك هل الكيان الصهيوني يحتاج إلى التطبيع مع الشعوب؟ إذا ما استطاع أن يطبع مع النظم واستطاع أيضا أن يجتذب بعض النخب العربية، هل هو بحاجة إلى الشعوب أو لا؟ طبعا هو بحاجة إلى الشعوب الكريم لمجموعة أسباب. أنت تعلم أن إسرائيل هي دولة زرعت كولونياليا. أستاذ صالح لطفي، ربما في هناك بالفعل إشكالية في الصوت. أشكرك أستاذ صالح لطفي على التواجد معي في هذه الحلقة. إذن يوجد إشكالية في الصوت، أعود إليك دكتور عبد اللطيف. دكتور عبد اللطيف